في محافظة نينوى طالب عدد من المواطنين بفتح بئر الحمام أو ما تعرف بالخسفة الصغيرة في قضاء تل عفر واستخراج جثث المغدورين على يد تنظيم داعش الإرهابي بعد تنفيذ عمليات القتل الجماعي بان سيطرته على تلك المدن. الأهالي طالبوا بإنصاف ذوي المغدورين وضمهم إلى قوائم الشهداء وتخصيص مبالغ مالية شهرية لهم، مؤكدين أن أغلب ذوي المفقودين المقدر عددهم بالألاف يعيشون ظروفا مادية صعبة للغاية، في وقت أشاروا فيه إلى أن الحكومتين المحلية والمركزية لم تحرك ساكنا تجاه هذه القضية التي تمس حياة مئات العوائل في نينوى. طالبنا الحكومة بس بدون استجابة. وهذه موقف يعني أهالي الأبرياء والله الأبرياء هسه ما يلقون 1000 دينار، كلهم ولدهم هنا ذاب بيهم، عوائلهم يشحدون بالشوارع. عندك أحد من قاربك؟ نعم، ابن خالي هنا ذبوه، هسه هو موجود عائلته والله متدشر. منو كانوا يعدمون هنا يعني المنتسبين أو أكثر شيء المنتسبين؟ اللي عنده تليفونات يلزمون بالتليفونات او انت اخو احداثيات القوات الامنيه او هيك شغلات، هم من يكذبون هيك شغلات يذبون هنا، هم اعدامهم بهاي الطريقه على اساس